كيف وضعه؟ نحن عملنا اللي علينا، بس وضعه كتير حساس بهالفترة. باللحظة اللي وقف فيها قلبه توقف ضخ الأكسجين عن الدماغ، لهيك لازم نكون جاهزين لأي مضاعفات هلأ. مثل شو؟ صعب نجاوب على هالسؤال قبل ما يصحى المريض، والأفضل إنكم تتفائلوا بالخير. يعني قلتك رح يعيش؟ الساعات الجاية كتير مهمة، رح نستنى ونشوف. جهزوا لي غرفة العمليات بسرعة. حاضر دكتورة. تسطحي يا حبيبتي تسطحي، ما بقي غير شوي. مرحبا، أنا بدي أسأل عن رشاد رشدان وأعرف شو وضعه. جابوا المسألة هون، أسعفوا لعندكم، سألتوا قالوا لي إنه بهالطابق. إيه، معه جلطة لساته بالعناية. وشو وضعه هلأ؟ بصراحة ما بعرف، بس عائلته موجودة هون. طيب، شكراً إليك. أنا كتير آسفة. وأنا كمان. أنا اسمي ميسر كيتنجي، فاطمة كيتنجي أخت جوزي. هاد مو محبس ابنك يا بيك؟ لقيته مطرح مو معتدين على فاطمة. شو عم يصير؟ قلبه وقف للمريض، روحي خبري الدكتور فورا. لك انت شو عامل؟ ها؟ مزبوط اللي قالته هالمرأة؟ لا مو مزبوط. لسه ما عرفت شو حكت. شو عم يصير؟ احكي لنا بترجاكي. اقعدوا بترجاكم، اهدوا. شو صار؟ ما بعرف، بس رشاد صاير له شيء. دكتور، المريض عم يتعرض لأزمة تانية. نعمل له صدمة كهربائية. لا، اشحنيهم. عم اشحنهم. عمي روح، حطي على 150. ايه دكتور عم حطن. عمي روح، لا تموت لا تموت لا تموت لا تموت. لا
رح نحطه تحت المراقبة، وضعه كتير حساس، لازم نستعد لكل شيء. المهم انه يعيش وما يموت. قلت لك اختي لا تخافي، رشاد كتير قوي،